الرئيس السيسي والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتوافقان على ضرورة وضع حد فوري للمأساة الإنسانية في القطاع. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا بإعدام أسرتين رميا بالرصاص، وعدد الشهداء ومصابي غزة يقتربون من 70,000. وللمرة الخامسة سلطات الاحتلال تقطع شبكات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، والهلال الأحمر يعلن فقد الاتصال بغرفة عملياته وطواقمه في القطاع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها في التطور المضطرد في العلاقات، مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون المختلفة. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية. تم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية، على رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. توصل الهيئة الوطنية للانتخابات فتح أبوابها أمام تلقي طعون المرشحين لانتخابات الرئاسة على قرارات اللجان العامة. ووفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة، تم تحديد يومي 15 و16 من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، على أن تعلن النتيجة العامة في 18 من ديسمبر وتنشر بالجريدة الرسمية. أشادت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي الكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية بتنظيم الانتخابات المصرية. وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أشارت البعثة إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف سياسية صعبة في المنطقة على ضوء التطورات بقطاع غزة، وعلى الرغم من ذلك تمكنت مصر من تنظيمها في بيئة سليمة. يأتي ذلك بعدما أوفد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعثة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات، تتألف من 70 مراقبة من 36 دولة. عقد السفير خليل الذويدي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحفيا لعرض البيان التمهيدي الخاص برصد العملية الانتخابية. وخلال المؤتمر أكد خليل الذوادي أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرة متراكمة، وقامت بالتحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية بطريقة محكمة، مضيفا أن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية جاء متوافقا إجمالا مع الالتزامات الانتخابية الواردة بالمعاهدات الدولية التي اعتمدتها مصر. المؤشرات طبعا تدل على نجاح هذه الانتخابات، الإقبال الكبير، مشاركة فئات كثيرة في هذه الانتخابات، التسهيلات الممنوحة للناخب، وفي نفس الوقت شعور المواطن المصري بأهمية إنجاح هذه الانتخابات، وهو الشيء الأساسي بأن المواطن المصري على وعي كامل بمجريات الانتخابات، وكانوا تجاوب يعني شو أقول لك، في بعضهم
تجدين الفرحة والابتسامة على وجوههم، وهذا دليل حبهم لبلدهم وفي نفس الوقت اهتمامهم بأن تكون الانتخابات ناجحة 100%. أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة أونروا في مخيم الجبالية شمال قطاع غزة. وفقا لمصادر صحفية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مخيم الجبالية وحاصرتها وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في ثلاث غرف. فما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا في الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفارنة النازحتين من بيت حانون. يأتي هذا فيما استشهد وأصيب العشرات إثر تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي في توغله بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. 69 يوما من عدوان وحشي إسرائيلي على قطاع غزة لم يفرق فيه الاحتلال بين أطفال ونساء وشيوخ عزل، قصف عشوائي على منازل المدنيين بلا سبب سوى الانتقام الجماعي. فجرا وفي ساعات معدودات استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة وجنوبه، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، مما أسفر عن استشهاد 27 مواطنا في قصف لمنزلين لعائلتين في رفح. وإلى جانب الغارات قصفت مدفعية الاحتلال بلدة جبلية في شمال القطاع بالإضافة إلى أحياء شرق مدينة غزة. بالنسبة لخطط الاحتلال الإسرائيلي فإن أهدافها تتخطى حدود غزة، إذ تسعى إسرائيل إلى القضاء على المقاومة في الضفة أيضا، فاقتحمت وداهمت وقتلت الفلسطينيين في جنين مع تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها. طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منزلا في المخيم، كما اقتحم جنوده عددا من مساجد المخيم واستخدموا مكبرات صوت المساجد للغناء في خطوة استفزازية. وبالتزامن مع قصف بمسيرات استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل عدة في الحي وفتشتها وعبست بمحتوياتها، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني خلال اليومين الماضيين في جنين، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تحقيق ميداني. المساعي الإسرائيلية لاستهداف الفلسطينيين لا تقتصر على قطاع غزة فقط، ولكن تتجسد بشكل فاضح في الضفة الغربية أيضا، استهداف تجسد في استخدام الاحتلال الإسرائيلي جميع أدواته العسكرية باستثناء القصف الجوي والغارات مثل ما يفعل في قطاع غزة. أدانت الرئاسة الفلسطينية تدنيس قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في مخيم جنين، معتبرة الخطوة تصرفا مشينا، وحذرت من جر المنطقة لحرب دينية. وحذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا من تداعيات الاعتداءات على المساجد، مشيرا إلى أن نيران الحرب الدينية التي تسعى إسرائيل لإشعالها لن تقتصر على المنطقة وإنما ستطال العالم أجمع. وطلب أبو ردينا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني
وممتلكاته ومقدساته، مشددا على أن هذه الاعتداءات تأتي استكمالا للاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك. ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18,787 شهيدة، وذلك منذ بدء العدوان على فلسطين وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. كما أعلنت الوزارة في بيان ارتفاع أعداد المصابين إلى 50,897 منذ 7 أكتوبر الماضي. في هذه الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدد من محاور قطاع غزة، حيث أعلنت حركة حماس أنها تمكنت من استهداف 10 آليات عسكرية وناقلة جند، كما أعلنت استهداف غرف القيادة الميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة. من جانبها أعلنت قوات الاحتلال إصابة ضابط وسبعة من جنوده بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة. أكدت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان في غزة أن خدمات الاتصالات والإنترنت توقفت بشكل كامل في القطاع. في السياق ذاته أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبطواقمها العاملة هناك، في ظل قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان. وأعربت الجمعية في بيان لها أنها قلقة على سلامة طواقمها العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على مدار الساعة. وفي هذه الأثناء قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، قال إن منشآت أونروا في غزة تعرضت للاعتداء 250 مرة. وشدد على استمرار دعم الوكالة لقطاع غزة، لافتا إلى أن ما يعيشه أهالي غزة من جوع وندرة مستلزمات الحياة غير مسبوق، وأكد ضرورة احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني لكل شخص حول العالم بمن فيهم الفلسطينيون، مشيرا إلى أن أهالي قطاع يضطرون لإيقاف شاحنات المساعدات التابعة للوكالة في غزة لأخذ المساعدات الغذائية بسبب الجوع المتفشي. Is severely limited. غمرت الأمطار الغزيرة شوارع غزة والمخيمات التي تأوي آلاف النازحين. هذا وقد انهارت العديد من الخيام أو أصبح معظمها غير صالح للسكن في أغلب المناطق التي لجأ إليها النازحون. بخيام لا تستر نهارا أو تحمي ليلا، هل الشتاء على أهالي غزة برياحه وأمطاره الغزيرة لتغمر الطرقات؟ مخيمات تأوي آلاف النازحين من قصف إسرائيلي متواصل على مدى أسابيع. شتت الدنيا، العرائش طارت، الكل غرق، الأطفال الصغار كلهم غرقوا ومرضوا، ضلينا في الشوارع زي هيك، لا في خيمة سطرانة ولا في خيمة أنها تبعد المية على الأولاد والعيال اللي جايينهم. هي اللي صار معنا، يعني زي ما أنت شفت كلها مية جوا. وبعد الفرار من منازلهم في شمال القطاع ثم من ملاجئهم في خان يونس، انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى الجنوب للقطاع، والتي تحولت إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت مئات الخيام باستخدام الخشب وأغطية بلاستيكية. وفي منطقة المواصي الواقعة جنوب القطاع باتت العديد من الخيام غير صالحة للسكن، وفي مدينة دير البلح غمرت مياه الأمطار منطقة إيواء خلف مستشفى شهداء الأقصى ومنطقة جبلية أيضا التي غرقت مؤخرا بمياه الأمطار. ما هيك شايف النيل متمزع، واحنا بنشد فيها هيك شايف النيل متمزع علينا،
ونزلت المية تبهدلنا في المطر، وحاولنا قد بقدر الإمكان إنه نساعد يعني نساعد أنفسنا عشان المطر ما يدخلش علينا. دخل المطر فيش فايدة، وتقطع متنا هينا اللي هو نايل بيحمي ناس نايمين تحتيه، بحميش ناس نايمين تحتيه. غرقوا من المية، والله قوامتي الولد بنقط نقط أبو 7 شهور، وأنا إن هذا ما دارنا، واستشهد ابني وما معايا لا حرام ولا فرشة، أخذت من أختي وغطت الولد. إحنا كلنا بحرام واحد، أنا وخمس صنفار بحرام واحد. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني إن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل لم يعد لديهم وقت أو خيارات، مشيراً إلى أنه في مواجهة القصف والحرمان والأمراض في مساحة ضيقة بشكل متزايد يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ عام 1948، مع أنه تاريخ مؤلم. وتشير التقديرات للأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون من سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، قد نزحوا بسبب الحرب، نصفهم من الأطفال. للمزيد معنا عبر الهاتف دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور جهاد، يعني في ظل توصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والحديث من حين إلى آخر عن محاولات للتوصل إلى هدن، قراءتك للمشهد الحالي؟ يعني أعتقد بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، ما يجري على الأرض الفلسطينية هي حرب تدميرية كاملة يقود الاحتلال الإسرائيلي في إطار مخطط الإبادة والتهجير الذي يرغب بتطبيقه وتنفيذه على الأرض، ولكن حالة الصمود المتواصل للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى المواقف التي جسدتها جمهورية مصر العربية منذ اللحظة الأولى لتقف سدا منيعا أمام فكرة التهجير القسر وأمام مخطط الإبادة الذي يقوده الاحتلال الإسرائيلي. دولة الاحتلال عمدت إلى ضرب كافة مقومات الحياة في قطاع غزة من خلال استهداف المباني السكنية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس وشبكة المياه وشبكة الكهرباء والصحة، إلى أن جعل الحياة في إطار سياسة تهجير طوعية بعد ما تهجير القصر وحرب الإبادة. ولكن هذا الأمر ظلم مؤثر خاصة إلا الآن وقف الحكم للاحتلال أمام حالة من الصمت المريب الذي يدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي لا هناك مجال لإطلاق النظر تصفية الجمعية العامة للأمم المتحدة ب 153 صوت على المشروع المصري الذي قدم داعي لوقف إطلاق النار، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تمارس في مجلس الأمن بإعطاء نعم. دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وحول التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بث حزب الله اللبناني مقطعا مصورا قال إنه يظهر إطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية على طول المنطقة الحدودية ما بين لبنان وإسرائيل. وأكد حزب الله أن تلك الهجمات كانت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى ارتفاع عدد قتلاه جراء التصعيد إلى 100، وتشهد المنطقة الحدودية تصعيدا منذ 8 أكتوبر الماضي، وتصاعدت حدة الاشتباكات بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي أثناء الاستجابة لنداء من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر. وأضافت القيادة المركزية أن المدمرة مايسون التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت المسيرة بعد أن هاجمت القوات السفينة التجارية أردمور إنكاونتر بزوارق. وقالت القيادة المركزية أنه لم تصلها تقارير عن تعرض السفينة أو طاقمها لإصابات أو أضرار. Thank you.
مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تحاصر أزمة جديدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل فقدانها التعاطف الدولي وبدء الولايات المتحدة في تغيير مواقفها الداعمة لحكومة اليمين المتطرف. وتزامن ذلك مع الهجوم الحاد الذي شنته المعارضة الإسرائيلية على نتنياهو، مؤكدة أنه السبب وراء ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسامات، فضلا عن فقدان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة، طالبته بالتنحي عن منصبه باعتباره يمثل خطرا كبيرا على إسرائيل. أزمة جديدة تعيشها إسرائيل، فصدمة أحداث 7 أكتوبر ما زالت تلقي بظلالها على المجتمع الإسرائيلي بكافة قطاعاته السياسية والاجتماعية، خاصة مع تزايد العزلة الدبلوماسية لها. ومع استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، فقدت إسرائيل التعاطف الدولي معها، وهو ما أكده التصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار. الإدارة الأمريكية من جانبها بدأت في تغيير مواقفها الداعمة للحكومة الإسرائيلية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود خلاف على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستقبل الحرب الإسرائيلية في غزة وحتى مستقبل قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية، معلنا أنه يتبرأ من أي تصرف لعين لرئيس الحكومة الإسرائيلية. الموقف الأمريكي ظهر أيضا في قرار الإدارة الأمريكية بتأجيل بيع أكثر من 20,000 بندقية M16 أمريكية الصنع إلى إسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بهجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي الداخل الإسرائيلي، شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة أنه سبب ما يحدث في إسرائيل من خلافات وانقسامات وفقدان العشرات من الجنود الإسرائيليين في غزة. المعارضة الإسرائيلية طالبت على لسان زعيمها يائير لابيد نتنياهو بالابتعاد عن منصب رئيس الوزراء باعتباره يمثل خطراً كبيراً على إسرائيل ومستقبلها، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أصبحوا لا يعرفون ماذا يريد نتنياهو من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتعهد بنيامين نتنياهو مواصلة الحرب في غزة حتى آخر جندي، وعلى نفس النغمة صار وزير خارجيته إلي كوهين الذي أكد أن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو بدونه. ومع اقتراب التصعيد في غزة من شهره الثالث، لم تسجل إسرائيل أي انتصار على الأرض مع تحقيق المقاومة الفلسطينية لانتصارات كبيرة على قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل وإصابة أكثر من 17 جندياً وضابط في كمين لقواتها بمدينة غزة، وهي الخسارة الأكبر في أكثر من شهر. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن الضغط الدولي على السلطة الفلسطينية لتغيير قيادتها وتكثيف الإصلاحات تشتيت عن ضرورة التوصل إلى أفق سياسي لإرساء أسس السلام بعد انتهاء التصعيد الجاري على قطاع غزة. ودعا شتية إلى تدخل دولي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة التي تتمتع بأكبر نفوذ إقليمي فشلت حتى الآن في استخدام نفوذها بصورة فعالة، وأكد أن السلطة الفلسطينية وضعت بالفعل مقترحاتها للإصلاح مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اجتمع مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المملكة لبحث جهود رامية لتحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف البيت الأبيض في بيان له أنهما ناقشا أيضا جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك سبل زيادة تدفق المساعدات الضرورية إلى القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الثنائية. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أن حكومة المملكة المتحدة ستواصل دعم المطالبات بوقف دائم لإطلاق النار ما بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية من أجل السماح بإطلاق سراح الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. وقال سوناك في تصريحات تلفزيونية إن الحل القائم على دولتين يعد النتيجة الصحيحة للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، مضيفا أن ما يحدث في الصراع يعد أمرا مثيرا للقلق بعد أن فقد الكثير من الأبرياء وفقدوا حياتهم. أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه سيتم منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا. وقال كاميرون على منصة إكس إنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة الجناة، مضيفا أنه لا يمكن أن تكون بريطانيا موطنا للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية. نشرة التاسعة مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية حادة في مناطق النزاع بالسودان، وتؤكد أن نحو 30 مليون سوداني باتوا في حاجة للمساعدة. أطلع وزير الخارجية سامح شكري رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقية على الجهود التي تبذلها مصر في مجلس الأمن لاعتماد قرار يعزز القدرة على إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي أجراه شكري تبحث جانبان عن تطورات الأوضاع في السودان وما تطلع به مصر من جهود لحل الأزمة. وأعرب شكري عن استعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم لمفوضية الاتحاد الأفريقي بما يمكنهما من القيام بمسؤولياتها تجاه القارة، مؤكدا تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. ومن جانبه استعرض فقية الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للعمل على إيجاد حل سياسي شامل لحل الأزمة السودانية. حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر في مناطق النزاع بالسودان قد تواجه ظروفا أشبه بالمجاعة بحلول الصيف المقبل. تقول الأمم المتحدة إن نحو 30 مليون شخص، أي ما يقارب من ثلثي السكان، يحتاجون للمساعدات في السودان، وهو ما يوازي ضعفي العدد قبل اندلاع القتال. وفقا لتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، يحتاج نحو 18 مليون شخص وبشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية غذائية، وهو أعلى رقم مسجل لموسم الحصاد الأكثر وفرة في البلاد. يتمركز أولئك في العاصمة الخرطوم، حيث يواجه أكثر من نصفهم انعداما حادا للأمن الغذائي في المدن والبلدات التي شهدت قتالا في إقليمي دارفور وكردفان. أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول القبض على عدد من منفذي هجوم السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني، فيما أكد صلتهم ببعض الأجهزة الأمنية. وقال رسول إنه لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة. وتأتي تلك الهجمات على السفارة الأمريكية بالعراق بالتزامن مع تفاقم الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.
أشاد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي باتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات العضوية مع كييف، ووصفه بأنه انتصار لبلاده ولأوروبا. جاء ذلك في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد زيلينسكي أن تلك الخطوة تعتبر انتصارا لأوكرانيا بل ولكل أوروبا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك 617 ألف جندي روسي يقاتلون حاليا في مناطق القتال بأوكرانيا. وخلال مؤتمره الصحفي السنوي أكد الرئيس الروسي أن قوات الروسية تعزز مواقعها على جميع الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه نشر مقاتلات حين اخترقت طائرتان عسكريتان صينيتين وأربع طائرات عسكرية روسية منطقة دفاعها الجوي. دخلت الطائرات الصينية والروسية منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري كادز في بحر اليابان، خرجت منها بحسب تصريحات سول. يأتي الحادث بعد أسبوع من إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان أن واشنطن وحليفتيها الآسيويتين سول وطوكيو ستدافعان عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان، في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة بكين إلى احتواء بيونغ يانغ. قالت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير لها إن تغير المناخ وتفاقم الصراعات المسلحة وتزايد أعباء الديون وتقلص الدعم الدولي عوامل ستؤدي لتفاقم الأزمات الإنسانية في شتى أنحاء العالم خلال 2024. وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة إلى أن 20 دولة معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني في العام المقبل. مزيد من الأزمات الإنسانية ستتفاقم في شتى أنحاء العالم خلال العام المقبل، ما بين تغير للمناخ وتفاقم للصراعات المسلحة وتزايد لأعباء الديون. هكذا توقعت لجنة الإنقاذ الدولية في أحدث تقرير لها. وفي قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024 أشارت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن 20 دولة معظمها في القارة الأفريقية معرضة لأكبر خطر لتدهور الوضع الإنساني خلال العام المقبل. التقرير يأتي بعد ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام إلى 300 مليون شخص، فيما وصل عدد الذين أجبروا على الفرار من منازلهم إلى 110 ملايين شخص. وجاء في قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة باللجنة الأراضي الفلسطينية المحتلة ودول من أفريقيا جنوب الصحراء وميانمار وأفغانستان في آسيا وسوريا ولبنان واليمن في الشرق الأوسط وأوكرانيا في أوروبا، بالإضافة إلى الإكوادور في أمريكا الجنوبية. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن المناطق العشرين تضم حوالي 10% من سكان العالم، لكنها تمثل 86% من الاحتياجات الإنسانية العالمية و70% من النازحين، وحصة متزايدة من الذين يواجهون الفقر المدقع والمخاطر المناخية. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في عزبة رقم 8 والتابعة لمركز كفر سعد. ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالة حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. مركز كفر سعد هو المركز المستهدف في مبادرة حياة كريمة الرئاسية في المرحلة الأولى منها.
طبعا القرية هنا بينطبق عليها معايير إقامة القوافل لأنها بتبعد عن أقرب مستشفى مركزي أكتر من 15 كيلو، فبالتالي بينطبق عليها معايير إقامة القوافل. قبل ما بننزل القرية هنا بنراجع آخر قافلة اتعملت في القرية عشان نشوف البيان الإحصائي من مركز المعلومات ونشوف إيه التخصصات الطبية اللي هنقدر نوفرها على مدار القافلة. التذكرة والحمد لله وقبلونا كويس ودونا علاج وما دفعتش ولا تعريف. أنا جيت القافلة الطبية هنا ولقيت المقابلة ما شاء الله كويسة، الدكاترة أيمن بالواجب مع الكبير والصغير. انطلقت قافلة طبية بمحافظة أسوان وشهدت قرية كركر أعمال القافلة العلاجية ضمن مبادرة الرئاسة حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية والصيدلية. تم توقيع الكشف الطبي على 638 مواطنة، كما تم صرف العلاج بالمجان من صيدليات القافلة التي يتوافر بها أكثر من 130 صنفا. معانا النهارده قافلة طبية بنقدم فيها جميع التخصصات الطبية المختلفة، معانا الصيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معانا أكثر من أشعة تشخيصية إذا احتاج الأمر، معانا برضو التحويلات لأقرب مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان، معانا برضو التحاليل الطبية ومعمل كيمياء الدم ومعمل الطفيليات. بنقدم كل الخدمات دي مجانا لخدمة المواطنين. فيها جميع التخصصات أو 10 تخصصات بالضبط. بسم الله ما شاء الله تخصصات جميلة وبترفع المعاناة عن الناس، وبالأخص إن هي أصلا كمان جاية كشف وعلاج مجانا. كل الشكر نشكر القافلة المتواجدة حاليا في وادي كركر، جميع التخصصات كشف بمجان، ونشكر القائمين على هذا العمل الخيري، نشكر جميع الجهات المسؤولة. احنا بنشكر كل الناس اللي ساعدت وساهمت في ان القافلة دي تيجي، والحمد لله في 10 تخصصات والناس كشفت والحمد لله، واحنا بنشكر الناس كلها، وهي الموضوع هنا من غير فلوس كله مجانا. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. نعم، ينضم إلينا فيها الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا رجائي رمزي، شكرا سحر نجم. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحث سبل التعاون مع وفد شركات إيطالية لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي. خلال الاجتماع أعرب مدبولي عن تقديره لما يتمتع به الجانب الإيطالي من تقنيات متقدمة بإمكانها تحقيق قيمة مضافة كبيرة لمشروعات استصلاح الأراضي، وأشار إلى افتتاح مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة والتي يتم التعويل عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمصر في غضون أعوام قليلة. كما أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات التي تقدم بها الشركات الإيطالية اليوم، وقد وجه بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والجهات المعنية ومسؤولي الشركات الإيطالية. وجاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإزالة أي عوائق بيروقراطية أمام توطين الصناعات الطبية. خلال اجتماع لمتابعة موقف توطين تلك الصناعات، أكد مدبولي على أن الحكومة مستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لشركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد مدبولي في هذا الإطار على أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة لتوطين الصناعات بوجه عام، وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوق كبير ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول. وطلب رئيس الوزراء بأهمية إعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حاليا من منتجات ومستلزمات طبية، ومدى قدرة
ما يتم تصنيعه محليا على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال إغلاق تعاملات اليوم وفي ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب. قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 1.673 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجكس 30 بما نسبته 21% ليصل إلى مستوى 24722 نقطة. بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجكس 70 بنسبة 1.62% ليبلغ مستوى 5365 نقطة. شملت الارتفاعات كذلك مؤشر إيجكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف ما قيمته 1.27% إلى قيمته ليصل إلى 7768 نقطة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا خلال التداولات بدعم من تراجع المخزونات ومؤشرات خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت إلى 76 دولار و75 سنتا للبرميل، كما وصلت النسبة المئوية للبرميل بنسبة 3.35%. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 71 دولار و88 سنتا للبرميل بنسبة وصلت إلى 3.47%. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل وتحقق ما قيمته 2.60 دولار للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.93% لتسجل 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ظهرت بيانات حكومية سعودية أن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة ووصل إلى 1.7% في نوفمبر من 1.6% في الشهر السابق عليه، مع بقاء ارتفاع إيجازات وإيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك. ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الإيجارات ارتفعت 9.4% في نوفمبر مع زيادة أسعار الشقق 12.8%، وأدت الإيجارات الأعلى لزيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة وصلت إلى 1.3%، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية خلال عام 22 بنسبة 1.4%، مدفوعة بارتفاع 4.2% في أسعار منتجات الألبان وغيرها. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج وأغلقت على تباين وسط مؤشرات لخفض أسعار الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمريكي في هذا العام. في أبو ظبي تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 18%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 1.9%، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 6.73%. هذا ارتفع المؤشر القطري ب 1.93%. انخفضت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى سجلته اليوم، لكنها أنهت الجلسة على ارتفاع هو الأعلى له منذ 22 شهرا في ظل تفاؤل المستثمرين بتحول البنك المركزي الأمريكي نحو تيسير السياسة النقدية. صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ب 9% عند الإغلاق، بينما صعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو ب 3% عند الإغلاق بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في 22 عاما.
أعلنت وزارة المالية الأوكرانية عن تلقيها الدفعة الثالثة من التمويل من صندوق النقد الدولي، والذي قدرت قيمته بحوالي 900 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد. وقد أكد في هذا الإطار وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو أن الدعم القوي والمهم للغاية من الصندوق سيساعد في تمويل النفقات ذات الأولوية لميزانية الدولة في الوقت المناسب وضمان استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الأحكام العرفية. أضاف أن أوكرانيا في طريقها إلى الاندماج الكامل في الاتحاد الأوروبي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الأزمة في أوكرانيا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي وترفع الأسعار المحلية، كما تجبر موسكو على تخصيص ثلث ميزانيتها للدفاع. أوضحت الصحيفة نقلا عن مسودة نص لوزارة الخزانة الأمريكية أنه كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد الروسي بأكثر من 5% لو لم تشن روسيا العملية العسكرية على أوكرانيا. أفاد تقرير للصحيفة بأن موسكو أنفقت أكثر من 100 مليار دولار أو ما يقرب من ثلث إجمالي نفقاتها على الدفاع في العام الجاري 2023. أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إعفاء بلاده من الديون الخارجية والبالغة 4.5 مليار دولار بعد 11 عاما من عملية تخفيف عبء الديون. خلال لقائه مسؤولي صندوق النقد أو صندوق البنك الدوليين في واشنطن، أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لهم على دورهم في تحقيق ما وصفه بالنصر التاريخي للصومال في برنامج إعفاء الديون. كما ناقش الجانبان مواصلة دعم الحكومة الصومالية لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين المؤسسات المالية وزيادة الدخل والاستثمار الدولي. رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام القادم على الرغم من تباطؤ اقتصادي متوقع، وأشارت إلى تحسن التوقعات للولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط. ذكر تقرير شهري للوكالة أن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في العام القادم 2024 بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. أشار التقرير إلى أن التعديل يعكس توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي، خاصة في الولايات المتحدة حيث تلوح في الأفق درجة مقبولة من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع رجائي وسحر. شكرا لك مصطفى. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 في دبي عقد في لحظة حاسمة في مكافحة أزمة المناخ، وهي لحظة تتطلب أقصى قدر من الطموح في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والعدالة المناخية. وفي بيان له لمناسبة ختام الدورة 28 للمؤتمر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المؤتمر أعطى أولوية لقضايا تحول الطاقة ومستقبل الوقود الأحفوري، كما أكد التقييم العالمي بوضوح ضرورة الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة، الأمر الذي يتطلب تخفيضات جذرية في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية في هذا العقد. دكتور سلطان أحمد الجابر. It's time to seek compromise for solutions. COP 28 is scheduled to wrap up tomorrow, but there are still gaps that need to be bridged. Now is the time for maximum ambition and maximum flexibility. Ministers and negotiators must move.
تعرضت الصين لانخفاض حاد بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في الأيام المقبلة. وسقطت الثلوج وغطت مساحة واسعة من البلاد وخصوصا العاصمة بكين، مما اضطر السلطات لتعليق الدراسة. تجتاح الصين موجة حادة من الطقس البارد وسط توقعات بانخفاض أكثر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وغطت الثلوج مساحات واسعة من البلاد وخصوصا العاصمة بكين، مما اضطر السلطات إلى تعليق الدراسة. رغم ذلك شهد الأطفال يلعبون بكرة الثلج في الشوارع، فيما تكثف السلطات البلدية من أعمال إزالة الثلوج من الأرصفة والشوارع الرئيسية. وتتراكم الثلوج منذ منتصف الأسبوع الحالي في العاصمة بكين التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر من 12 درجة مئوية تحت الصفر غدا الجمعة، من حوالي 3 درجات مئوية تحت الصفر. وكشفت خرائط الطقس والخرائط المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عن التدهور السريع للطقس في جنوب الصين، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض المقاطعات بأكثر من 14 درجة مئوية أو حتى 20 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. نعم، ينضم إلينا فيها مجددا مصطفى مزار. إليكم مصطفى. شكرا من جديد رجائي. شكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أيضا، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 18، الجو فيها معتدل في الإسكندرية 24-13، الجو فيها معتدل في مطروح 23-12، الجو فيها أيضا معتدل في بورسعيد 23-13، الجو معتدل في الإسماعيلية 25-13، الجو أيضا فيها معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 والجو فيها معتدل، في العريش 24-13 معتدل، في طابة 25-15 الجو معتدل، في شرم الشيخ 27-18 الجو فيها معتدل، في الغردقة 27-18 أيضا الجو فيها معتدل. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 28 درجة والصغرى 13 درجة والجو فيها أيضا معتدل، وفي أسوان 26-13 الجو معتدل، في الوادي الجديد 26-9 الجو معتدل، في شلاتين 28-19 معتدل، وأخيرا في حلايب 26-20 الجو فيها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى اللقطة الأبرز لهذا اليوم. لقطة اليوم تظهر مدى آثار والدمار التي تعرضت لها رفح الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها. لهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا تطورات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتوافقان على ضرورة وضع حد فوري للمأساة الإنسانية في القطاع. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا بإعدام أسرتين راميا بالرصاص، عدد شهداء ومصابي غزة يقتربون من 70,000. للمرة الخامسة سلطات الاحتلال تقطع شبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، والهلال الأحمر يعلن فقد الاتصال بغرفة عملياته وطواقمه في القطاع. هذه العناوين، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا معنا ومعكم وشفكي المنير. أهلا بك شفكي. مساء الخير يا سحر، مساء الخير يا رجائي. وتترفسون الآن يعني بعد الانتخابات والحقيقة والإنجاز اللي حققه الشعب الحقيقة، وكان حاجة مشرفة ومحترمة وتغطيات محترمة. صحيح يعني، وأنا لو أنا يعني هأضع عنوان فهو عنوان لتفويض الشعب المصري لحماية الأمن القومي المصري. صحيح طبعا، يعني رجل الأخبار يعني أنت اديتنا عنوان إخباري غير متوقعة تماما، يعني أعداد كبيرة جدا نزلت يعني تدلي بصوتها يعني في كل مراكز الاقتراع. أكيد. في كل المحافظات. أكيد ده عنوان إخباري. أنا هاخد من سحر عنوان اجتماعي. عنوان اجتماعي إن الشعب هو يعني صاحب قراره زي ما بيقول، وإرادته هي اللي بتمشي على الكل. صحيح صحيح، كان الشعب صاحب قراره. وأيضا يعني زي ما قلت لنا العنوان بأنه الشعب هو من أخذ القرار لحماية وطنه. وصراحة يعني وفي القلب من الشعب المرأة، دور طبعا المرأة يعني المصرية دائما طبعا وأبدا، يعني أنتن طبعا يعني صراحة يعني وطنيات مخلصات. أكيد، أصل المرأة شبه مصر، الأم، فكرة الأم والأخت. طب احنا نطلع منها كل حاجة. أشكركم شكرا جزيلا سحر ورجائي، وأشكركم على التغطية المشرفة للقناة الأولى، ودايما الحقيقة صناع نشرة التاسعة دايما متفوقين. شكرا لكم وللجميع. شكرا مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ التاسعة. تفضل.